غار غرسنا وجنا قتلتنا، من قتل نفسا بغير نفس او فاز في الارضيه فكانما قتل الناس جميعا. نحاور كاش من نغني قالوا سدان نغيرف ودي غاد نصبح نغني جمون نغني نغني كزمي جمون نغني نغني عاك وحساد ياك وحشان كيش ندي ذي وجل ليش على وريق الدرهاني انا كثير احتياتي لسنا النفس البنادم ويستنان النفس الحيوان ونغير غش الحيوان شان يرف وذي تجيب وذي عدم اخا سي فارج وذي سي سلسل سي سوا كيسي هذا سي عاور اثينا اذا قتلتم فاحسنوا القتلة من شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظام النقطة ويستنان النظام 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 الاخوان ونغايق من عن شال البوست اثي احتارم هذي سيقيم كور بارتي ده اخترت بارتي ده كور بارتي ده النمرة وثنين جنتنا هم ذي الجيب كور بارتي ده انا خلط النمرة وثي جديد انا بدر لي بوست باش اتفذ الحظوظ متفاوتة جمعت توقع بوست موارا شوية وهم وانا غنزدي التوقع او التانية فهمم كور بارتي ده خمرت ندي الجيب كور بارتي ده انا بدرث اوينا تيش تين تزوجت وش تطبقي بالي مدو كارلوم يوز دير فهم مغازدات كثير يقارب واش جيتو مدوك نشاف حاز وسط بجنة جار غا يعدو نقرب واديني واش هو مدوك نشناق اول يعدو اجاد يعدو لا ليش على تصل بابا قاعد يوضع واتقديش قاعد يقدر حد نغني مرة دي النظام دي نقطة النظام يوز ليش التواضع انا مسامحش يكون نغني تواضع كيش من نغني اني غاش الحم شوية توجي بقع شي غاش درهاد قيل احتياطي يخفنش اني غاش سمع يوقع شلغات تقول جانا غادي يوقع التسامح التفاهم فهمت بمشي يقع اخو على قوا قوني قال السوء تفاهم قوا جيبوا شاد شوينا واش نحاش نغني يا سي لين سياع نومرو غاك نومري فاش نومرو نافعه روح غا نومرو نافعه ويتقبل حرايمش قانت بونتا وني كنت حرايمش ني دقني تخترق القانون يسمع لي بوست الناس يتبعض سي بوست على بوست من ذوك الناس قيوان غني واخا سلاج وصلي بطيضه النقطه وي ثلاثه الله يجزيكم بالخير قلق جوج مشى قناه الرغاف رغافه قال طاروث تعرض مشان تعرض المدينة تكمل تعرض المنطقة تكمل تعرض ذاك خصك نحافظ ما مش نحافظ تعرض النغ باش تيري سليمة غايسيني وسليمة تقدر غير في النغ خصك نحافظ نحافظ ميزي خصك نحافظ النظافة النظافة واجب كل جزاينة النظافة نغافظ الواجب مرة الإنسانية ولكن خاصة الشين في أي ثانية تاتية غنغيج الارتباط وثيقة كرغافظ اي خصتنا نحترم النظافة ما مش غنقول نحترم النظافة الشيخ كي ديتها زيت العصير ما ظالينا ذي الجيب سويق العصير ونطعبو زيتني فزيتني ما سويق اكيد دار ذي الجيب بينو غاتمو فيه الشيخ ني ما ظالينا ما شي ما ظالينا بلاصتي كنا غا كيهكر ذي الجيب ما مش كثير اكيد هي دار غامني ما راه نقال لقطاي ثاني تاتي عطاف مارة كل جزاينة يساهم يجد مساهمة فعالة للمحافظة على نظافة البيئة وغاوني كاع غنغيش السؤال خاصني جائزة مهمة لما هي هذه القضية ثاني تاتي إن شاء الله صافا الإخوان صافي والله يجزيكم بخير يلا السلام عليكم مصطفى هذا ما تكمل كريو
قريوة ان شاء الله يزري غير خير ان شاء الله. واخا مكلفه انه قطار مجهدات متعبه. من ناحيه الجهد، حتى الجهد الاداري مكلف، ماشي غير التكلفه الماديه، التكلفه الاداريه، صياغه كذا يخصك تدفع اليوم مونتراجيل كذا، يعني كانه نقيش الحيوان غاشل انت مضر يعني بكل المقاييس. نعم. حتى القضيه ان الدوره الغذائيه ديال الغابات قد طغى، يعني الحلوف يتباغ الحيوان الطناني، يتنقص حتى زي الواحد شجن ممكن غادي نقارن شنو مثلا شنو يا عزيز شنو سكواز شنو حتى شعب والو مش شنو والو، يعني قير في تغير الطاس يخصنا نساهم ما راه تنقص على الاقل هذه نقص اللي غاش النيفو. صغير يا لا